نظمت وزارة الخارجية ورشة العمل السابعة بعنوان التعليم والمعرفة وحقوق الإنسان، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بحضور أكثر من 300 مشارك. في بداية الجلسة ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة افتتاحية أشاد فيها بما توليه حكومة مملكة البحرين من رعاية واهتمام لقطاع التربية والتعليم، وذلك من منطلق حرص المملكة على توفير الخدمات التعليمية المتطورة للمواطنين والمقيمين، وإيمانا بدور هذا القطاع الفاعل والمؤثر في مواصلة الارتقاء بقدرات الإنسان البحريني الذي هو محور التنمية وهدفها الأساسي. كما عبر سعادة وزير التربية والتعليم في كلمته عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لجلالة الملك المفدى على رعايته المتواصلة للمسيرة التعليمية بدعم ومساندة من سمو ولي العهد رئيس الوزراء. وقدم سعادة وزير التربية والتعليم عرضا أوضح فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لضمان الحق في التعليم للجميع. من جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في عرضه أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته يشكل ركيزة أساسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والعدالة والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع البحريني في ظل النهج الإصلاحي والحضاري والتنموي لجلالة الملك المفدى.